طبعا السعودية ودول الخليج نشطت خلال العامين الماضيين في مجالات أخرى الحقيقة. يعني مثلا احنا يعني خلال العام الماضي استقطبت السعودية في حدود 35 مليار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يعني أيضا يعني ساعد بشكل كبير نظرا لل يعني العوامل العديدة التي تتمتع بها دول الخليج: الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي، الاقتصادي. كل هذه طبعا عوامل ساعدت في استقطاب استثمارات السياح. أيضا يعني السياح الأجانب أنفقوا في السعودية العام الماضي 100 مليار، فبالتالي هناك بدائل تستخدمها أو تستفيد منها دول الخليج بأنها تنشط وتفاعل البرامج السياحية والترفيهية، وايضا يعني استفادت منها شركات الطيران وبرامج فعاليات اخرى. فبالتالي احنا يعني ما نقدر نقول انه هذه الحرب اثرت على استقطاب السوق، بالعكس اعطت للسوق الخليجي يعني عززت قوته ومكانته واستقراره السياسي والامني. هذه دفعت العديد من المستثمرين انهم يتجهوا الى سوق الخليج للاستثمار فيه.